بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بغي ندخلوا مع غوت دو لا غلاسيير. هذه غوت دو لا غلاسيير اللي تضرب منها وتدور حتى لاسيتي الفوق. نروح تروح منها لك تفوت على واخا تطلع على الكريان. اليوم نبدو من القندحيطة إن شاء الله. هذه البنية اللي هنايا الشهوالة وشاكن كان هنا مبني هنا في القند. هنايا في القنت قبل الاستقلال كان كاين ان باس دو بوليس وزيد هاد البني اللي تشوفوه مهدم هنا كانت لا غلاسيير. هنا كانوا يجمدوا اللحم، يجمدوا التفاح، يجمدوا البعويد، يجمدوا الحلوف، كل حاجه اللي تجمد كانت تجمد هنايا، لان كانت هذه من اكبر لي غلاسيير هنايا في 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 وهران. وكذلك كانوا يخدموا لا غلاس. كان هنايا من اكبر المعامل نتاع لاغلاس في الغرب الجزائري هو لاغلاسير. هذه كانت تخدم لاغلاس وتسربي كل نواحي وهران. هنايا كذلك كان يخدم فلوح الحاج فلوح محمد ولد الشيخ اللي ولد حسني. فلوح محمد ولد الشيخ اللي كان يسكن هنايا اللي ولده حسني مساعد بنك في السبية خرجتات الله يطول في عمره. اللي عنده أولاده عنده أحمد، عنده الزين، عنده الهواري اللي مات له الله يرحمه ويوسع عليه، عنده محمد وعنده بن بلة وعنده ربع شيرات. الموتى الله يرحمهم والحيين الله يشد له فيهم. وكما قلنا فلوح محمد ولد الشيخ كان يخدم هنايا، هو اللي كان قابض هذه لاغلاسيير على اساس فيها، هو اللي يدير كل شيء. كان يخدم عند الباترون تاعه اللي هو جاك توليدانو. جاك توليدانو راح لفرنسا في 1960 بعد اللي زيرت عليه لواس باش يخدم معاها، ما حبش يخدم، هرب وخلى محمد ولد الشيخ هنا موراه. محمد فلوح كان الحاجة اللي قالها لي ولده بقى يخلص لابي تاعه حتى 1964 الاكتوبر، هو يخلص لابي تاعه، يعني بعد الاستقلال بعامين هو يخلص في لابي تاعه من تجيه من فرنسا من عند هذا جاك توليدانو. شكون اللي ينسى صورو وينسى حومته القديمة، ما ينساهاش القبر. هنا كان يخدم على الساس هنايا ويسكن هنايا تحت، عنده باب منا باب منا قدام وباب تحت. بعد الاستقلال ولات هنايا كاينه جبهة التحرير الوطني ذات المكتب السياسي هذه، وهنا تحت كان كاينه الجيافلان وحدها كذلك السكوت. من بعد هنايا كرا نصه واحد دار فيه لوزين نتاع ليمونات، قاعد يشحن من عام هنايا ما نحبس. نزيدو نروحو قدام. قدام كانت كاينة الرحاق. هنايا كانت كاينة الرحاق، الرحاق اللي يطحن القمح يطحن الزرع. مولاها كان يسمو عثمان، هو قبيلي الله يرحمه ويوسع عليه. من بعد كان كاين ولده، من بعد موراه جا واحد دراز اللي يخدم الفراشات، يخدم الحنابل، وما قعدش بزاف هذا كمان، هو التالي هنايا. تبقى في عقله ديما وانا حمص راس العين، وانا حمص راس العين. كان واحد يسمر الصبابيط بكري.
هذا يسمى رسم بابيض اسمه عمي محمد الله يرحمه ويوسع عليه ونعيط له بالنكاء. هذا بالنكاء كنا كنفوتو من عليه من الكوليج بعدين كاطبنا عيط لنا خش عرفنا كاع عرفنا يسكن هو من جهه تاع باستور القدام. قلنا شاكم تقراو واحد يقول السنة الثالثة واحد يقول السنة الثانية. يقول خبروني بالعروق نتاع النابطة كيسموهم، خبروني بالعروق تاع الفيجل كيسموهم، خبروني بالعروق تاع الزعتر كيسموهم. هنا باش يغرقك الله يرحمه ويوسع عليه. تبقى في عقله ديما وانا حمتي راس العين، وانا حمتي راس العين. هنايا كاين فوتو الرحم على الاخرى كلها كانت بحيرة، بحيرة كانت كل جنة فوق الأرض اللي كانوا قابضينها الفرار الهادي إلى محيين الله يطول في عمرهم وإلى ماتوا الله يرحمهم. وهنا فوق فني عند الدار هادي الفوق وراي هذا الشرع فوق كانت كذلك الكوشة تاع الجيرة القديمة يعرفوها أقدم تاع راس العين. كنا نشرب بالعشرة كيلو بالخمسة كيلو نشروها منا لك. هنايا الشط الحمراء هذه في الوسط هنايا كانت البحيره تاع نتاع الهادي الله يرحمه ويوسع عليهم، هما زوج خوات توام. الشط الخضراء هذه هي الطريق القديمه، هذه هي الجرده اللي كانت البحيره اللي كانت نتاع الفار هذه. كنا اللي نحوسوا عليها عندهم اصبح لا كنجي خارجين كنجي خارج ب 40 درهم ب 20 درهم تدي مشروبك، تدي سلاطه، تدي كروطه، تدي لينافات المشتي، تدي الخيلات كبيره كانت عندهم هنا اصبح لها كروطه ب 40 درهم. قلت لك تعمل القفوة تاعك وتجي راجع كاع مش خاطر توصل للمرشي. كانت خيلات كبيره في هذا الجره كانت الله يرحمهم ووسع عليهم لماتوا إلى محيين الله يطول في أعمارهم. هنا من 75 يدوهم لا نظن واحد منهم مات مسكين الله يرحمه، عمر نظن هو اللي مات. هذه هي البلاصة منكم تشوفوا فيها وكاين هذا الدويرات هنا وكانت بكري الكوشة نتاع لاشو. هنايا كانت الكوشة تاع لاشو، هذه الكوشة كانت ارتيزانال يديروا البنوات هنايا وبها ويحرقوا الحجر ويخرجوا الجير. تبقى في عقله ديما وانا حمتي راس العين، وانا حمتي راس العين. اليوم نهضروا شويه على البيبينيير مونيسيبال هذه كيف حتى انخلقت. هذه في 1849 ضربت هنا واحد الكوليرا في وهران اللي دارت حالة دارت أكثر من 2000 قتيل. وهذه الكوليرا الزوجة لأن الأولى دمت بين 1831 و 1834. نهضروا احنا هذا تاع 1849 ما جبروهم وين يدوا الموتى. كيما جبروهم يدوا الموتى جابوهم هنا راس العين حفروا لهم ودفنوهم وداروا فوقهم الجير. زيد في 1856 يحولوا فيهم يدوا فيهم للمقابر اللي مسمية وهران، الدو تاع الكونسورسيون تحت، الدو تاع امريكان، الدو تاع الحمري، بداو يحولوا فيهم. وكاين اللي داهم الواد، كاين اللي داهم التراب، وقعدت حتى 1900 وشي حاجه تم عاد وين داروها بيبينيير. وفي البيبينيير هذه كان واحد النبات الوحيد هنايا في الغرب الجزائري على حساب السيد اللي دخلني. ونشكر كذلك السيد اللي هم قبلها اللي هو محمد اللي يسكن من جهة طريق الكريان الله يكثر خيره ويخلف عليه بكل صراحة. مرجع جنة الدخل هو بعض واحد ثلاثة ولا اثنين العمال معاه. هدمت وطاحت وبقى دمعة في العين، ديك الصورة ما زال في عيني غير البارح ذكريات كي كانت راس العين وكي ولات راس العين خلات والصورة تهدم العين. نبكي على ولاد الحمر نبكي على الجوارين وين
حبك يما